صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. كنتمنى انكم دائما دائما بألف ألف خير ان شاء الله، بالصحة وبالعافية وعواشر مباركة سعيدة. فوصفتنا اليوم وصفة جد سهلة ووصفة جد مشهورة خصوصا بإسبانيا وبالمغرب، تشوروس او ما يسمى بالمغربية بخرينكو. وصفة جد رائعة، اكيد جربوها وتنال اعجابكم وتنال اعجاب اطفالكم وكل العائلة. فخلوكم مع الوصفة. فبسم الله على بركة الله، أول شيء نحتاج إلى 3 أكواب من الماء، ماء عادي بارد، نضعه في إناء على نار متوسطة، ثم نقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من الزبدة. نترك الزبدة والماء على نار متوسطة إلى حين ذوبان الزبدة، ثم نقوم بإضافة 2 ملعقة من السكر، رشة ملح. نخلط الكل معا حتى يذوب السكر والملح مع خلطة الماء والزبدة، ثم نقوم بإضافة 3 أكواب من الدقيق. نخلط الكل معا حتى نحصل على كتلة واحدة من الدقيق وخلطة الماء الزبدة مع السكر والملح، فنواصل الخلط. العجين يكون قليلا جد قاسي وصعب في الخلط، لكن يجب أن تواصلوا الخلط حتى يتشكل لديكم عجين واحد متكاتف. فكيف ما كتشاهدوا بنفس الطريقة نواصل الخلط، فالعملية تقريبا تأخذ 7 إلى 9 دقائق على نار خفيفة، فالنتيجة تكون بهذا الشكل. نقوم بإزالته من على النار، ثم نقوم بوضعه في إناء للخلط ونواصل خلطه حتى يبرد العجين، ثم نقوم بإضافة البيضة الأولى، نقوم بالخلط، فبنفس الطريقة الخلط يكون قليلا صعب، لكن يجب أن تواصلوا التحريك. فلو عندكم عجان آلية على سرعة خفيفة فتكون النتيجة أسهل عليكم وأحسن. فنواصل الخلط بهذه الطريقة، ثم نقوم بإضافة 2 بيضة، نخلط جيدا، فكيف ما كتشاهدوا العجين يكون قليلا جد قاسي. فنواصل الخلط باستمرار، ثم نقوم بإضافة نكهة الفانيلا سواء كانت سائلة أو سكر الفانيلا فعادي، فقط لإزالة زفارة البيض. فنواصل الخلط ونواصل التحريك إلى حين أن يجتمع العجين. فكيف ما قلت بالخلاط الآلية النتيجة تكون أسهل عليكم وتكون أحسن. فهنا العجين يتشكل، نقوم بالخلط جيدا، إلى حين أن يصبح العجين بهذا الشكل. فنأخذ جيب حلواني ونقوم بوضع العجين بداخله. فمن بعد عندنا طريقتين لطبخ تشوروس أو خرينجو، إما عبارة عن قليه فكما تشاهدون في زيت ساخن، نقوم بوضع تشوروس بهذه الطريقة. فالعجين كيف ما قلت يكون قليلا قاسي، يجب دفعه جيدا ثم قطعه بسكين أو بمقص
على هذه الطريقة ونضع بالزيت للقلي، نتركه حتى يتحمر ثم نقوم بإزالته من على النار. فالطريقة الثانية، في طاوة للفرن نقوم بوضع القليل من الزيت تحت ودهن القالب جيدا، ثم نقوم بوضع حلقات خرينجو أو حلقات شورس نفس الطريقة. فهنا يمكنكم تشكلوهم كيف ما حابين، على أي شكل حابين تحضروهم به، فالطريقة على حسب ذوقكم وإبداعاتكم. فنواصل نفس العملية بأشكال مختلفة كيف ما سبق وقلت، سواء عن شكل حلقات أو شكل دائري أو شكل حلزوني كيف ما حابين، ونقوم بإدخالها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة على 200 درجة. بالنسبة للفرن الغازي حرارة متوسطة من تحت وخفيفة من فوق. فبعد إخراجهم من الزيت أو من الفرن يمكننا وضعهم بخلطة سكر وسينامون القرفة، أو يمكنكم فقط وضعهم بالسكر، أو يمكنكم تقديمهم هكذا من غير سكر بالنسبة للناس الذين لا يحبون السكر كثيرا. فطريقة التقديم على حسب ذوقكم دائما، وأكيد راح ينال إعجابكم لأنها وصفة جد جميلة جد سهلة وغير مكلفة بتاتا ومعشوقة الأطفال. فأكيد راح تجربوها وراح تصير من وصفاتكم المعتمدة والدائمة إن شاء الله. فبنفس الطريقة بالنسبة للحلقات اللي وضعناهم في الفرن، فيكونوا جد مقرمشين، يمكنكم وضعهم بالسكر أو تقديمهم بنفس الطريقة من غير سكر أو بصلصة شوكولاتة أو كما تحبون. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. شكرا على دعمكم والاشتراك بالقناة والضغط على تفعيل الجرس والضغط على زر لايك، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.